السلام عليكم. اليوم الأربعاء، اليوم هو الثاني في شهر ذي الحجة، قد 8 من العيد إن شاء الله. العيد غيكون نهار الخميس إن شاء الله 29 يونيو. دابا 9:55، 21 جوان 2023، حرارة 22، جو جميل في الحقيقة. قلنا اليوم وغدا نتبرعوا بهاد اليومين، من بعد ابتداء من الجمعة غتكون الحرارة. خرجوا للمصلى، خرجوا للمصلى غادي ندوزوا حدا ما بين أبدال وما بين لارموت، غنمشيو للسوق، سوق الأربعاء، شو نشوفوا السوق واش عامر اليوم. البارح كان خاوي البارح، البارح دزت له فاش كنت جاي من الحاج قدور، فاش كنت جاي من بودربالة دزت دخلت طليت، ربما راكم شفتوا الفيديو. كان خاوي واحد الفيديو بقات من البارح في العشية، ديك اللي مشيت فيها المرجان صورت دوك الحوالة د مرجان، راه طلقتها دابا خلاص، خليتها بروغرامي غتدخل، بقات لها 3 دقايق وتخرج. ربما فاش غتكونوا شفتوا هاد الفيديو، تا تشوفوا في هاد الفيديو غتكونوا شفتوا الأخرى تاع البارح في العشية. مشيت فيها هي للرياض ووليت ايوا ضربت دويرة لجهة السوق د مرجان. دابا هنا كنشوفو شي واحد دايز بحال هكا بالقطان والبوليستر، كنعرفو شكون هو. زيد اسيدي زيد اسيدي حتى هادو دايرين. هادي المصلى على اليمين باب البطيوي، غادي نمشيو نشوفوا السوق ان شاء الله بحول الله. اليوم غيكون عامر، اليوم غيكون عامر بين ما يدوزوا الاجور ديال الموظفين، غادي يزيد يعني غادي تكون يزيد يعمروا الاسواق، يتخلصوا الموظفين، راه قراب يتخلصوا. المهم غادي يخلصوهم قبل الوقت، قبل راس الشهر، اليوم 21 يقدروا يخلصوهم في ديك ماكسيموم الجمعة، ماكسيموم إلا تعطلوا يخلصوهم الجمعة. الأربعاء الجاية اللي غادي تكون ديسيزيف بالنسبة اللي غيشري وبالنسبة اللي غادي يبيع.
هو اللي كنشوف انا هو ان الاغنام غادي تشيط، غادي تشيط من مور العيد. كل ما كاين هو ديك القضيه نتاع شد الحبل، شد الحبل ما بين البياع الشراي وما بين الزبون وما بين يعني الناس اللي غيضحيو. ما نورمالمون راه خاصها تهبط، خاص الأثمنة تهبط. يعني هاد الغلاء اللي كاين دابا راه قلت لكم راه غير مبرر. كل ما كاين هو المعاندة في الأثمنة وصافي، والناس والتهافت ديال الناس، حتى التهافت ديال الناس كيزيد يطلع السوق. واحد باقي شهر شاشرة من الكوري، ومول الكوري مسكين خصو غير يضمن بان السلعه ديالو غتباع. انتي ملي تيكون في دارو يعني تيكون ما مضمون، ماشي بحال فاش يدخل السوق. يجي الانسان للسوق، راكم شفتوا السيد البارح اللي جا عندي اللي بغى يبيع، بغى يبيع لي الخروفه. ولكن كيوقع واحد شد الحب بحال اللعب ديال البوكر. انتي بغيت قدا قداو، انتي بنادم يعشرا شكل يعشرا. وكون كان يعني اللي تيبيع ويشري في الغنم غادي يعرف راسو بان مثلا الاغنام غادي تبقى له في راسو، راه غيفك باش ما طلع، غيفك باش ما كان، غيدير واحد المعاش اللي هو معقول ويبيع. معاش معقول يعني يدي في الخروف مثلا واحد 500 درهم ولا 600 درهم، هادي اللي كتبان لي انا ثمن معقول. دابا الخروف راه تيديو فيه اكثر. أعطيكم مثال، هادو اللي جايين من اسبانيا جايين بواحد الثمن رخيص، الدولة معاوناهم 500 درهم في الخروف، وملي كتجي تيعبروا لك ب 52 52 ولا 55 درهم للكيلو. راه ما راه بحال داي واحد 1500 درهم داي في الخروف أو أكثر، وراه ما تنبالغش. في واحد الحاجه داك السلعه اللي داخله من اسبانيا، داخله من البرتغال، داخله من رومانيا، راه سلعه مزيانه. عندك شي واحد يقول لكم العكس، داك شي واحد يعيبها وحكها وجايه ودايره فعلا. انا ما تنطقش، انا كتبان لي سلعه مليحه. انا المشكل اللي عندي هو الغنم اللي كتاكل البزق ديال الدجاج. وياكم وياكم، راه عندك مضرة كبيرة إذا كليتي داك اللحم، وهذاك اللحم راه تيبان، تتخليه يومين أو ثلاث أيام من بعد الذبيحة، يعني كي خليتيه في الثلاجة ولا على برا راه تيزرق، راه تيزرق 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 تيخضر. هذه القصبة على اليسار. هنا فين دار داك الموطار البارح، داك لو جيست هنايا نهار الاثنين باش وقف ديك المرأة. باش ندوزو لطريق الحاج قدور كناخدو هذا شارع عبد الرحمن بن زيدان، ندوزو على قصر العراقي الزهوة وكنطلعو. هذه 10:05 دقائق،
الاثر العراقي ها هو. وهذاك مسجد الاندلس اللي انفاس معنا هذاك فرع داخل الزوار. تحية لله خولة اللي خلاص هي هي اللي دخلتني حتى شفت هذا المسجد هذا. تحية كذلك اللي غادي نذكر النساء. تحية لله هدى ولله منى. منى راه كاينين جوج، منى سلمان ومنى الفرح. زيد اسيدي زيد اخويا. لالا عائشة حتى هي، لالا فوزية. ايوا غادي ننسى شي وحدة. سميتها سميت الفرا واحد المتتبعة وفية حتى هي. لالا رشيدة خلاص هاديك اتصلت بيا. داروا موطار هنا في الطريق هذا الرومبوا هذا، يعني عرفوا بان غتكون الحركه كبيره هنا خوتي. خلاص نسيتهم. وشيماء واو 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 زعما لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اي داز في البشكلية طوطي. إنسان مجروب قول الله يحسن الأعوان. كاينة لالا نادين، نادين حتى هي تشارك معنا. أو الإخوان خلاص راه كاينين كتار، السي محمد والسي محمد، السي محمد العيني عاو السي محمد الآخر و سي المهدي. شتو راه يلاه مشى وصل لفرنسا مازال ما دخل. قلت خلاص سي عثمان وسي شاكيب حتى هو، سي عبد المجيد هذاك ولا صديق ديالنا، خصني نمشي نضرب دويره في الشهديه نشوف له ديك الدنيا كي دايره. عبد العزيز حتى هو. قيدهم في سميتو ترانسبور سكولير خصو يدوز هو الاول. ترانسبور سكولير يمشي يهز وليداتنا، خصناش نعطلوه مع صالي لا سيركولاسيون عامره من هنا. تعرفوا زون ميليتير هنا السوق يكون عامر. اللي ما ذكرتوش يقولها لي باش يدير فيا الحق ندير له زرده. قلت لكم السوق غادي يكون عامر اليوم، وكنتمنى يكون عامر
واخا ما غادي ما غنلقى مني ندخل الطوموبيل ولكن نتمنى يكون عامر. تيوقع شويه د الرواج مع العيد. واحد حتى واحد الطبقه نتاع الشباب كتحرك شويه يعني اللي كيبيع الفاخر، اللي كيمضي الماس، اللي كيهز الحواله، اللي كي نهار العيد كينوض يذبح، اللي كينوض يشوط، المهم كدور واحد الحركه. واخا هو في اغلب الاحيان فلوس اللبان تيديهم زعطوط، ولكن كاينين الدراري اللي بعقلهم اللي يعني يحاولوا هاي اسدينها من اللي سادين الطريق من اللي من الدخول اللي شوفوا دابا فين غنخرجوا، افكار فين غنخرجوا. شوفوا واش نديرو من هنا، واش هاد الطريق غادي تقربنا شويه ام لا. عندي خطر ها شوف فين داير. قال له شحال من هنا الزقوطه؟ راه 50 كيلومتر. عين وقفتي وقف عارف واش باقي بعيد عن السوق ولا قربت؟ من هنا كل شيء تلف. كاين واحد الدخيله كنا كندخلوها من هنا؟ لا ماشي كاين الديباناج اللي كتهز الطوموبيلات هنا واقيلا كنت ندخل هنا من جهه من اللور، دابا كنت ندخل هنا. الديباناج كتهز السيارات. هاي فين نديرها؟ ايوا نتلاقاو.